صباح الخير والجمال على مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج أول بداية. في البداية اسمحوا لي أرحب بصديقتي المنضمة للبرنامج حديثا، صديقتي الإعلامية عزة حسين. صباح الخير يا عزة. صباح الخير يا إسلام. والنهاردة بما إن إحنا في مناسبة عيد الأم، يعني ما نقدرش ننسى ست الكل إن إحنا نحتفل بيها ونحتفل بيها على الهواء المباشر. في البداية اسمحوا لي أقول لكل أمهات مصر كل سنة وأنتم طيبين، وعيد أم سعيد على كل أمهات مصر والعالم. طبعا عشان ما نقدرش ننسى ست الكل لازم نقدم لها فقره المطبخ زي ما عودناكم، واللي هيقدمها لنا النهارده الشيف نور الهدى. صباح الخير يا شيف. صباح النور. مدير ادنى جروب ام محمد لاشهى المأكولات. طبعا احنا هنعرف من الشيف هي هتطبخ لنا ايه، زي ما انا معودكم ان الشيف هي اللي هتقول لنا تطبخ. صباح الخير يا شيف. صباح النور. هنعمل النهارده بامر الله هنعمل مع بعض لحمه بارده ورز بالخلطه، وهنضيف معاه لحمه مفرومه ومكسرات. ده طبعا بيبقى اختياري، بس طبعا علشان عيد الام لازم نحتفل طبعاً بامهاتنا، فلازم نعمل لهم حاجه جميله، اكله طبعا بتبقى حلوه في المناسبات. تمام. وبامر الله تعجبكم. المقادير بتاعتنا معانا عرقه البيانكو، معانا فلفل، وانا ببقى طحنه على الفلفل معاه الحبهان، وببقى طحنه معاه ورق اللور علشان قيمته الغذائيه بتبقى عاليه، وفي اطفال بيتضايقوا منه فبنشيله. ومعانا الملح، معانا القرفه، معانا الزعتر، معانا توم باودر وبصل باودر، ومعانا البصل بتاعنا اهوت، وجزر وطماطم وفلفل اخضر وكرفس، ومعانا التوم بتاعنا. الحاجة الوحيدة اللي شفتها وانا التوم. ومعانا التوم مع بعض اهو. تمام. تمام. اتفضل. توكلنا على الله. هنشوف مع بعض بامر الله عرق التربيانكو هيتعمل بطريقة جميلة قوي. تمام. وانا هعمله معاكم بطريقة سهلة قوي. طبعا يا جماعه زي ما انت هتشوف الوقت الشيف هتبدا هتعمل لنا بطريقه سهله وبسيطه، وعشان كل ده عشان مناسبه عيد الام النهارده. طبعا كل سنه وكل امهات مصر طيبين. كل سنه وكل امهات مصر طيبه وبخير وصحه وسعاده يا رب، وربنا يخليها ليا ويبارك في عمرها ويخلي كل امهاتنا. اللهم امين يا رب. هنبتدي مع بعض. احنا طبعا جايبين العرق بتاعنا اهوت التربيانكو، لفين عليه الخيط كويس اهوت زي ما احنا شايفين طول وعرض، علشان يمسك في بعضه، لان هو طبعا مش هيفضل بالحجم ده، لازما بيكش معانا. تمام. هنجيب بقى مع بعض الثوم البودر اهوت، هناخد منه جزء هنحطه معانا على البلانشه، والبصل البودر. تمام. هناخد معانا شويه زعتر، كل الاضافات دي بتخلي الحاجه جميله جدا. هناخد معانا معلقه قرفه برضو، انا بحط على البلانشه. هنشوف هنعمل ايه. هو طبعا بقى الاكثر فهما للاكلات الاستاذ عزه بقى طبعا مع حضرتك سبقوا بقى. وبعد كده بنحط الملح اهوت، وبنحط الفلفل، وزي ما انا قلت انا طحن عليه كل الاضافات بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجه كلها اهي بنقلبها. بسم الله اهي اتقلبناها. بناخد العرق بتاعنا اهوت، طبعا احنا لفينه كويس علشان يحتفظ بالمظهر بتاعه، لان احنا هنشوف هنقطعه مع بعض طرنشات ازاي. وطبعا احنا بنعمل كده اهوت علشان اول ما نعمل الصدمه بتاعته هنشم الريحه، بتبقى الريحه في منتهى الجمال وشهيه. احنا واحنا شغالين فيه هنحط الصينيه بتاعتنا هي على النار، وهنحط معانا معلقه سمن اهيت، وهنحطها هنقلبها في الجوانب اهيت زي ما احنا شايفين في الجوانب بتاعه الصينيه. طبعا السمن ده عشان الحاجه ما تلزقش في لا طبعا علشان ما تلزقش، وعلشان هنسمع دلوقتي خبره بقى هنسمع الطشه بتاعته دلوقتي علشان نعمل له الصدمه. الصدمه ديت اهو احنا كده شايفين اهو، اهو احنا شايفين احنا بنقلبه كويس. وطبعا احنا مربطينه علشان اما يكش نيجي نقطع محتفظ اهو. لا في ناس بقى بتعمل ايه، ما هي في ناس فعلا بتجيب تعمل فتحات فيه، بس طبعا نمشي مع المسام بتاعته، نعمل فتحات طوليه ونشرح الثوم ونحطه في كل فتحه شريحه ثوم، بس هي هياها نفس النتيجة، وكده الطريقة أفضل وأسهل. أنا بعمله بأفضل طريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهي طبعا إحنا سامعين مع بعض أهي، بنضغط عليه كده أهو، بضغط عليه جامد علشان ياخد لون. طبعا أنا مش عايزة أغمق اللون، لأن أوريدي ما هيطلع من الصدمة بتاعته، ونسيبه ويتسوى معانا. هي النار كده أعلى حاجة أهو، لازما اللون بتاعه بيغمق اما بيستوي ويطلع. هو اصلا من الخلطه خالص اللي انت حضرتك حطيتيها، الخلطه غيرت شكل. لا لا ما هو دلوقتي احنا هنحط مع بعض الاضافات بتاع الصوص. تمام. احنا عملنا الاضافات بتاعه اللحم، لسه هنحط معاه الاضافه.
بس واحنا بنعمل لازما بنضغط عليه كده علشان نقفل المسام وهي تحتفظ بالطراوه بتاعتها. اهو بسم الله ياخد بس لون بسيط جدا جدا اللي هو يقفل المسام بتاعته بس. نقفل المسام ويديه طراوه من جوه. وفي نفس الوقت هو بياخد اللون الغامق احنا بنحط عليه الصوص بتاعه. فلازما هو بيغمق احنا بعد ما بيخلص بيستوى خالص. الصوص هنشوف المقادير بتاعته لان هو فعلا بيبقى لذيذ جدا جدا. مش بنضطر كمان اساسا يعني الاكله ديت بقى الرز الصوص ولا يعني ايه اللي بيدي لها بقى الطعم بتاعها كل الحاجات طبعا الاضافات اللي احنا حطيناها عليها بتدي لها. اهو هي بدات تسخن هنقلب بقى معانا اهو هنمسكها بقى بالمسك بتاعنا اهو اهو وطبعا نضغط عليها اهو طبعا زي ما انتم شايفين الريحه جامده جامده وشهيه. هي التكه اللي فيه ان احنا بنعمل كده وبنضغط عليه ايوه كده بيتشرب من كل البهارات بتاعته اهو. وزي ما انتم شايفين اهو لو قلبنا من جميع الجهات هو خلاص خد اللون بتاعه. هو تقريبا 3 ساعات ساعتين ونص حسب اللحمه بتاعته. ليه؟ علشان اللحمه على بعضها عشان العضله علشان على ايوه هي ما بتبقى مقطعه طبعا بتستوي على طول. طبعا احنا معانا اهوت هنحط الثوم بتاعه اهو بنضيف بقى كل الاضافات بتاعتنا الفلفل. الاكله دي هديه النهارده عشان عيد الام. طبعا وعلشان ام عزه عشان عيد الام بقى كده سمعناها النهارده عشان عيد طيبة. الام النهارده عيد من افضل الاعياد اللي بنحتفل بيه وهو عيد الام. يوم تكريم لكل امهاتنا ومهما قلنا واتكلمنا مش هنوفيهم حقهم. كل سنه وكل امهاتنا طيبين ربنا يديمكم في حياتنا يا رب. كل سنه وام كل سنه وام طيبه ربنا يديمك في حياتي يا رب. كل سنه وانت طيب. كل سنه طيبه يا والدتي الاستاذه عزه كل سنه وهي طيبه. اسره البرنامج كلها بتقول لها كل سنه وانت طيبه. ووالده الشيف نور كل سنه وحضرتك طيبه برضه بناء يعني بالنيابه عن اسره البرنامج واسره القناه. طيب احنا طبعا خلاص حطينا كل الاضافات بتاعتنا اهي. طيب قول لنا بقى الاضافات تاني كده سريعا. هنقول الاضافات احنا حطينا دلوقتي الجزر. قولي الاول التوابل. التوابل بتاعتنا حطينا توم باودر بصل باودر زعتر قرفه ملح فلفل وانا طحنا مع الفلفل الحبهان وطحنا معاه ورق اللوز. حطينا هنا الجزر حطينا البصل الزعتر. ممكن في ناس كتيره بتضيف اضافات ثانيه. معانا مداخله تليفونيه لاستاذ محمد. صباح الخير يا استاذ محمد. الطماطم صباح الخير يا استاذ محمد اخبار حضرتك يا فندم؟ بعد كده هنحط بقى عليه ايه؟ حضرتك الحمد لله تمام والله يا فندم. الحمد لله سلامي لأسرة البرنامج كلها وللشيف المحترم اللي عندك يعني بجد. صباح الخير اهلا وسهلا محترمه جدا واحنا بنحب البرنامج بتاعكم ده جدا وبنستناه على طول. شكرا يا استاذ محمد شكرا يا فندم. الله يخليك. احب بس اهدي اقول كل سنه وكل امهات مصر طيبين ويعني ويا رب يبقوا في سعاده وهنا على طول ويا رب يخليهم كده لاولادهم ويعني وبشكر حضرتك جدا يا استاذ اسلام على البرنامج الجميل ده وانا بحب العرق البتلو ده جدا على فكره. شكرا يا استاذ محمد خلاص تمام سبحان الله يبقى انت كده ليك وجبه. ايوه انا كده يعني انتوا بتعملوا فعلا الاكله المفضله اللي انا بحبها يا جماعه والله. يا فندم ده شرف لنا يا استاذ محمد. شرف لنا يا فندم. انا سلامي للشيف ويعني انا فعلا انا بكتب المقادير دي عشان المدام عندي مدالي عشان فعلا انا بحب الاكل دي جدا. ان شاء الله هتعزمك ان شاء الله. تعالى اتفضل معايا. ان شاء الله اتفضل معانا. الله يخليكي. اتمنى بس تعيدي المقادير اللي في الاول بس مره ثانيه بعدين. طيب انا عشان واصل متاخر بس فما لحقتش اكتب. ماشي يا استاذ محمد حاضر. حاضر يا فندم هنقول المقادير لحضرتك. شكرا يا استاذ محمد. شكرا يا استاذ اسلام شكرا جزيلا. اسره البرنامج كلها برضه بتوجه كل سنه وانت طيبه والده الاستاذ محمد وكل سنه وكل امهات مصر طيبين وبخير. هنعمل بقى مع بعض احنا كده عملنا ايه؟ احنا خلاص اللحمه بتاعت التربيانكو سريعا عشان الاستاذ محمد طالب المقادير. هنشوف مع بعض عرق التربيانكو سريعا. احنا حطينا توم باودر حطينا بصل باودر حطينا قرفه حطينا زعتر حطينا ملح تمام بس فلفل. دي المقادير المقادير بتاعت ايه اللي قلبنا فيها. بعد كده حطينا معاه الكرفس حطينا الجزر حطينا الثوم كام فص ثوم علشان بتدي ريحه جامده زي ما احنا شايفين. طبعا شامين هنا الطماطم البصل. هي دي كلها اضافات وكل واحد بيحط اضافاته لان الصوص دوت قيمته الغذائيه بتبقى جميله وهنستعمله في اللحمه وهنستعمله في الرز لان طبعا الخضار بتاعه بيبقى طبيعي جدا. دلوقتي كده هنشتغل على الرز. هنشوف بقى الرز بتاعنا. احنا حطينا الحله اهي بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب لك المقادير. الزيت المقادير بتاعتنا بنحط معلقتين زيت وبنحط السمنه بتاعتنا برضو معلقتين سمن اهي. طب احنا بنحط زيت وسمنه ليه؟
تمام. الزيت بيدي اللمعه الحلوه والسمنه بتدي الريحه الحلوه زي ما احنا شايفين. وهنستنى يعني مش عشان الرز ما يلزقش يا جماعه، اصل ما اعرفش المعلومه دي في الطبيخ بس. لا لا اطمن ان شاء الله هيبقى مفلفل وجميل بامر الله. ومعانا المقادير بتاعتنا، معانا لسان عصفور، كوبايه لسان عصفور وزيها كوبايه شعريه. في ناس بتضيف عليه رز بس هو كده اخف واطعم وجميل. طيب احنا لو ضفنا مع الرز هنعمل ايه؟ في ناس تحمر، نحمر الشعريه الاول ولسان العصفور هنحمر ونصفيهم، ناخد الزيت بتاعهم علشان ما يبقاش تقيل، نحمر في الرز. وفي طريقه ثانيه، هنحط لسان العصفور يا دوبك اللون بتاعه يبيض زي ما هنشوف دلوقتي، وبعد كده نحط الشعريه. تمام اتفضلي. تمام اهوت بدا اهوت، هنقلب زي ما انا بقول لكم اهو لحد ما لسان العصفور ياخد اللون الابيض، وبعد كده بنضيف عليه الرز الشعريه عفوا سوري اهو، وهنقلب كويس. اللي عايز يحط رز بيستنى اما هما بيحمروا قوي، وبعدين بيحط الرز عليه ويحط معلقه صلصه تحمر الرز. طب كده المقادير بسيطه بتاعت الرز تقريبا جدا يعني. جدا جدا وطبعا الاضافات اللي بنحطها عليه اختياريه، يعني احنا ممكن نضيف عليه كبده نحطها على الوش بعد ما يتعمل، او لحمه مفرومه، او لحمه مفرومه زي ما هنعمل في حلقتنا. وطبعا صوص اللحمه بيبقى جميل، ممكن ما نضيفش على اي حاجه ونكتفي بصوص اللحمه بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. صوص اللحمه ده عباره عن ايه؟ صوص اللحمه عباره عن الخضروات اللي احنا حطيناها، الصوص الاخير اللي هو الصوص الاخير نخلصه، وبعد كده بنقوم ضاربينه في الخلاط ونحط بقى منه. تضربي كل الحاجات اللي مع اللحمه دي في الخلاط؟ ايوه، اول ما تخلص بنضربه في الخلاط على طول. وبتحطيها على اللحمه بعد ما ونحطها جزء منها على اللحمه، ما نقطعها بامر الله شرايح، ونحط جزء على الرز، على الرز على وشه. صوص اللحمه الاضافات اللي انت ضفتيها هو ده صوص اللحمه؟ ده صوص اللحمه بعد ما بيستوي. ايوه الخضروات اللي بتستوي بتضرب في الخلاط. البهارات دي البهارات اللي بنحطها الرز خلاص اهوت قلبناه. والاكله ديت جميله جدا جدا. المفروض ان انت تكون اتعلمت. لا انا اتعلمت بصراحه. هي الميزه في الاكله ديت ان هي دايما في المناسبات بتاعتنا، في الافراح بالطلب، في المناسبه طبعا عيد الام دي اهم مناسبه عندنا طبعا، ربنا يخليهم لنا طبعا يا رب. اللهم امين يا رب. وطبعا بنعملها برضو في رمضان في اي مناسباتنا، والميزه فيها ان كل الاطفال طبعا بيحبوها. اكله بسيطه ومكوناتها موجوده في البيت ومتاحه وفي اي وقت. بيحبوا اي حاجه جديده. ايوه والاطفال بيكرهوا دايما الاكلات التقليديه بتاعتنا. طبعا الاطفال على الوقت ما عادش حد طبيخ بقى والرز، لا 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 لا، عايز الحاجات السريعه. ايوه احنا شايفين اهي بدأت الرز بتاعنا ياخد اللون اهو زي ما انتم شايفين، بدأ يحمر شويه اهو. احنا مش هنستنى اما يحمر ويغمق علشان يبقى لونه كويس. طب الحاجات دي كلها بتاخد وقت على ما بتحط عليه بقى يا شيف؟ الرز تقريبا ما فيش الرز نص ساعه لو حطينا لسان عصفور. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي بنحط مقدار كوبايتين ميه اللي هو المقدار بتاعنا ايه؟ مقدار الشعريه ولسان العصفور. حطينا معاه كل ما نزود. طبعا ممكن تحط شوربه، في شوربه موجوده هنحط شوربه. طب ما في شوربه في مكعب، احنا حطينا الميه وهنحط عليه مكعب مرقه لو سمحت. شكرا 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 يا عزه اهو. نعم في حضرتك اهو. ونحط عليه البهارات. ايوه نص معلقه فلفل بسيطه، توابل وقرفه بس بسيطه. طبعا احنا حطينا القرفه عشان اللون. لا قرفه بتدي الريحه جميله جدا. شبيهه يا جماعه، انا يعني مش خبير بصراحه يعني انا بحاول. وبعد كده بحاول استجيب. حاول بقى بحاول اجيب. هو كده خلاص الحمد لله. احنا طبعا الميه بتاعتنا سخنه والرز اهو مش بياخد تقريبا ربع ساعه، ما بياخدش حاجه في السويه، لكن لو حطينا عليه الرز بياخد تقريبا نص ساعه. تمام وكده وكده هو بيبقى جميل جدا جدا جدا. هنوطي بقى البوتاجاز بتاعنا اهو، اللحمه تتسوى براحتها والرز يردد براحته. طبعا ما اخدتش اي وقت. تمام هنشوف بقى مع بعض احنا هنعمل مع بعض الاكله بقى بتاعتنا. هنفنش اللحمه، هي اللحمه بتاعتنا يا جماعه الشكل الاخراني للطبق. طبعا اهم حاجه الشكل الاخراني. سؤال امهاتي بقى يا شيخ. ايوه عايزه اسالك سؤال. طيب اقلب اللحمه. أيوة. اللحمه بتاعتنا بقى الشطاره ان احنا نسيبها كل شويه نقلبها. تقلبيها على جنب. ايوه تاخد علشان تاخد الطعم الجميل وتنزل البهاريز بقى بتاعتها والصوص بتاعها هيبقى جميل. اهم حاجه هي الريحه الوحيده طبعا. الحمد لله. وطبعا لازم نغطيها علشان تفضل طريه معانا وتتسوى، لان العرق بتاعنا بتاع التربيانكو بيكون على بعض فياخد وقت في السوى.
هنشوف بقى اهو. والرز برضو بتاعنا خلاص بامر الله يعجبكم. ممكن بقى حضرتك تقولي لنا على اكلات سريعه كده وتكون صحيه للاطفال؟ اه طبعا. يعني مثلا هم رايحين المدرسه الاطفال طبعا عايزين حاجه سريعه كده هم رايحين. ايوه عايزين ياكلوا ولا عايزين ايوه لا ما عادش حد بيحب في الصندوق حاجه تكون سريعه كده. والحمد لله الوقت كمان طلع حاجه جديده اللي هي اللانش بوكس دي كانت على ايامنا الكلام ده جورنان ويجر. بنعمل ممكن نعمل لهم فراخ بانيه في البيت تبقى صحيه جدا سهله جدا. بنجيب الفرخه هنستفيد من صدرها وهنستفيد من وردكه. بنعمل الصدور بنقطعها شرايح. بنجيب معانا البصله بتاعتنا بناخد الميه بتاعتها ونحط عليها شويه بهارات فراخ ونحط عليها حبه فلفل وملح ونتبل فيها الفراخ. طريقه سهله جدا جدا. وعلشان تبقى سريعه احنا تبلناها نسيبها ساعتين بالليل قبل ما نصحى الصبح علشان تبقى الصبح يا دوبك على التحميل. بنجيب شويه الدقيق وبنجيب معانا البقسماط والبيض. قلبنا البقسماط في البيض البقسماط سوري البقسماط معانا محطوطه ونطلع الفراخ بتاعتنا نحط في الدقيق وبعد كده في البيض على البقسماط ونحطها في طبق معانا ونحمر الصبح وقت ما نحتاج. زي ما انتم شايفين يا جماعه دي اكله بسيطه كده او وصفه بسيطه للاكلات للاطفال عشان المدارس وكلام ده. لان طبعا الصبح ما مش عايز يفطر ومش عايز ده حاجات في اللانش بوكس. طبعا احنا الكلام ده العادي يعني ده العادي مش على ايامنا الكلام ده مش عايزين اي سندوتشات. فراخ البانيه كانت في المناسبات ما كانتش في المدرسه. لا لا خلاص بقى. بس هي دلوقتي الميزه فيها ان احنا دلوقتي عندنا بنعملها في البيت سريعه يعني حاجه سريعه وفي البيت والولاد بيحبوها كمان. يعني اقصد ما كانش الطلبه ياخدوها وهم رايحين المدرسه التلاميذ وكده. ايوه دي بتبقى سريعه جدا. هنشوف بقى مع بعض هنعمل اللحمه بتاعتنا. طبعا ديت على ما تتسوى بتاخد وقت فاحنا مجهزينها اهيت مع بعض. هنشوف هنعملها ازاي. اهيت اللحمه بتاعتنا اهي هنحطها. طبعا ده الشكل النهائي ايوه احنا شفتوا بقى اهي احتفظت بشكلها ولا اتفردت ولا كشت نزلت شويه. ما هي يعني لازما لازما بتكش طول وعرض. ده دوت ده الطبيعي بتاعها. هي بس العرق ده كبير شويه. لا وهي لازما هتكش معانا. هي هتكش بس ده برده اكبر من ده. هي لازما بتكش معانا طول وعرض. تقريبا ده بتكش تقريبا الربع تقريبا او كده. ادي احنا شايفين اهو هي خلاص ما شاء الله. بنسيبها لما تبرد طبعا ما نقطعهاش وهي سخنه. هنسيبها بقى اما تبرد بامر الله. هي بنشيل الخيط عليها بعد ما تبرد وهنشوف بقى هنفنشها ازاي مع بعض. هنقطعها نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا شايفينها علشان هي بردت اهي بسم الله. هنقطعها اهي بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا احنا الصوص بتاعها خدناه وضربناه في الخلاط او في الكبه كل واحد حسب المتوفر عنده. واللحمه اتقطعت اهي. الصوص تانية ولا هو مجرد بس الحاجه اللي حوالين لا هو الصوص بتاعها بقى البهارات ده بس يعني ما فيش له اضافات تانية يعني. لا 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 هي الاضافات خلاص ما بتدخلوش اي حاجه في الخلاط يعني وانت لا 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 لا, لا خلاص احنا بس ايه بنستنى اما اللحمه بتاعتنا بتتسوى وبنشيل اللحمه ونسيب الحاجه لما تبرد ونحطها في الخلاط بتاعنا. بنضربها جزء منه هنستعمله في الرز. يعني بتحطي على الرز صوص برضه؟ ده بيبقى هايل. يعني احنا ممكن بناكل الرز لو ما حدش عنده اي اضافات على الرز الصوص كفيل بيبقى فعلا فعلا جميل جدا. من مكونات اكيد بيطعم الرز بيخليه حلو. طبعا طبعا مكوناته كتير اصلا. مكوناته كتير وريحته جميله جدا جدا وبيكون شهي مع التوابل دي كلها كمان. ايوه خضروات اللي في اللحمه. هنشوف بقى طبعا لازم يبقى في فن في تقديم الطبق بتاعنا. اكيد طبعا الشكل النهائي. واللحمه زي ما انتم شايفين اهي محتفظه بالطراوه بتاعتها. احنا طبعا عملنا لها الصدمه بالاول اهو زي ما انت شايفه يا عزه. شوفي طريه وجميله اه مستويه فعلا. ايوه احنا بقى بنرص الطبق بتاعنا. كل واحد طبعا بيرص بالطريقه. كل واحد له ذوق بقى في رص طبق. ايوه كل واحد له ذوق في رص الطبق بتاعه. يا استاذ اسلام زي ما احنا شايفين بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا شايفين لون اللحمه ما شاء الله فاتح وجميل. بس هو كده كده الواحد لما بيكون جعان ما بيبقاش عنده وقت للرص. لا بس علشان العين هتاكل قبل الاكل. لا هنا هنحط الطماطم ماشي اهوت. وطبعا اي حاجه جميله كده نزوق بقى طبقنا اهو حطينا اهو علشان يكون شكل الطبق لطيف. وطبعا علشان نغري الكبار ونغري الاطفال. طبعا الصوص بتاع اللحمه بتاعنا احنا مجهزينه. دي شرايح ليمون دي ولا ايه؟ ايوه طبعا لازم نعمل اي حاجات جميله كده علشان ولادنا طبعا ياكلوا. عشان خاطر الناس عشان خاطر عيد الام. طبعا اهم حاجه طبعا معمول عشان عيد الام. الصوص بتاعنا بقى اهو. الصوص بقى بتاعنا الجميل ده اهو بنحط كده على اللحمه. طيب اللي عايز يسخن اللحمه دي يسخنها ازاي؟ بيحط بقى وكده في اي حاجه في المقلاه على البوتاجاز في الميكروويف زي ما هو يحب. تمام
سهله جدا. الصوص بتاعنا بنحتفظ بشويه يعني بجد الريحه يا شيف بجد يعني ريحه حلوه قوي. الحمد لله تسلم ايدك والله. الحمد لله. طبعا الريحه باينه هنا بالف هنا بجد تسلم ايدك والله. احنا بنحط شويه صوص بتاعنا بنسخنه ازاي شويه الصوص بتاعنا بنحطه في مقلايه او في اي حاجه زي ما بنحب او طبق الميكرويف بتاعنا ونحط فيه. ده الشكل النهائي يا شيف؟ ايوه ده الشكل النهائي بتاع طبقنا اهو. تمام. بس طبعا احنا بنوزع الصوص الصوص بتاعنا كده علشان ايه؟ ممكن تقولوا كده شويه حاضر يطعم اللحمه بتاعتنا. الطبق بتاعنا بقى جميل وزي الفل اهو. يا جماعه طبعا الشرايح العرق قدامكم اهي اتقطعت شرايح بعد كده بعد طبعا بعد ما برد قطعناه شرايح زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بنحط عليه الصوص اللي هو الاضافات اللي احنا حطيناها عليه اصلا اللي هي الخضروات بعد ما ضربناها في الخلاط. تمام. وخدناها طبعا عشان خاطر الصوص ونحطه على الوش بقى كده زي ما شايفين. ايوه ديت بقى الاضافات بتاعتنا بتدي له جمال وطراوه وبتبقى طعمه بجد بجد يعني اللي هيدوه ان شاء الله هيبقى هايل ايه قدام. لا بجد تسلم ايدك يا شيف والله. ان شاء الله يعجبك اهو زي ما احنا شايفين. طيب بعد كده احنا هنشوف بقى هنعمل الرز بتاعنا. هو هنشوف الرز ده كده هيكون استوى يعني هو ما بيغيبش علشان ما فيش في رز. عشان ما فيش في رز. لا الشعريه مش بتغيب خالص. طيب شوية. احنا بقى شايفين ايه زي ما احنا شايفين ما شاء الله يا جماعة حبايه شايفين. جميله شايفين اللون نفسه بتاع الطبق اللون بتاع نفسه الشعريه ولسان العصفور. ايوه زي ما احنا شايفين اهو ما يبقاش لازق ومفرفر اهوت ما فيش حاجه لازقه في بعضها. ما بياخدش 10 دقايق. لا لا ما بياخدش خالص. شعريه احنا مجهزين الطبق بتاعنا لو فيها رز بتقعد لها بتقعد لها نص ساعه. تمام. لان الرز طبعا احنا عارفين ان هو ممكن بس هنشوف طبق الرز بتاعنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم حط له الصوص. ايوه طبق الرز بتاعنا اهوت ده في النهايه اهوت زي ما احنا. تمام. شايفين الطبق بتاعنا بعد ما خلص اهو حط على صباح الخير معانا معانا اتصال يا جماعه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اخبارك يا فندم؟ كل سنه حضرتك طيبه ومناسبه عيد الام الاول. وحضرتك طيب. الله يخليك الله يخليك. اتفضل معاك الشيء. كنت عايزه اسال ماشي تمام. اتفضل. كنت عايزه بس اسال حاجه. انا عندي اولادي. ايوه. عايزه اشوف لهم نظام غذائي ليهم. أيوه. لان هو لما بيكون عندهم يعني معلش دم في البطن بيبقوا رفيعين وتمام قوي اجيب لهم العلاج بتاع ياكلوا ويتخنوا. ايوه. انا مش عارفه اعمل ايه. ما هو اكيد الاكل اللي هم بياكلوه مش صحي ومش متوازن يعني احنا اللانش بوكس بتاع المدرسه هم مقسمينهن. طب هم قسموه ليه؟ علشان نحط السندوتشات بتاع الولاد في جزء وهنحط لهم لازما خضار يعني الولاد كلها بتحب ايه؟ خضار وفاكهه. خضار بتحب معانا الخضار والفاكهه. هنحط لهم جزرايه متقطعه هنحط لهم صباع موز فاكهه هنحط لهم خيارايه كلها حاجات بسيطه والاكل. وبعدين كل اولادنا دلوقتي الشيبس مبهدلين الدنيا بيه. أيوة وهو اللي بيبقى كلنا بنعاني معدته كلنا لسه بنقول الوقت كلنا بنعاني. هو اللي بيجيب لهم الوجبات السريعه. احنا شفنا اهوت احنا عملنا ايه بعد. شكرا يا فندم. التكه بقى بتاعت دوت ايه التكه بتاعت الرز علشان مكسرات ما يبقى ريحتها هايله. هنحط معاه معلقه سمن هنشوف هنعمل ايه في المكسرات دي التكه اللي الكل بيعملها. لا شكرا يا عز. بنحط اهوت معلقه سمنه وهنستنى اما تقدح دي التكه بتاعت الرز. تمام. علشان ريحه المكسرات تحمص بتبقى جميله جدا. ممكن نشيل الحله ديت عشان الحصاد. هو كده الرز استوى خلاص. كده الرز خلاص استوى. التكه الاخيره بقى بتاعت هنطفع عليه التكه بقى بتاعتنا هي زي ما احنا شايفين. هنستنى اما السمنه تقدح. ايوه اما السمنه بتاعتنا بتقدح وتحط المكسرات ونحط المكسرات. الحمصه بتاعت المكسرات بتديها الحمصه والقرمشه الجميله. تمام كده اهي سريعا هنحط المكسرات هتاخد تقليبه بسيطه. طيب يا فندم شغاله اهو تقليبه حلوه. وبعد كده اللحمه هنحط اللحمه المفرومه عليها نقلبها بس تقليبه بسيطه. تمام اهي ونحط اللحمه اهو. طبعا لو مفيش لحمه ومكسرات عادي احنا حطينا الصوص بتاعنا. تمام. الصوص طبعا بيبقى طعمه جميل ومش محتاج ان احنا نحط معاه اي اضافات. زي ما انتم شايفين اكله سريعه ومش مكلفه. ومش طبعا مكلفة حاجات من البيت. طيب اللي ما عندوش مكسرات عنده سوداني اي حاجه موجود وممكن ولا ده ولا ده. تمام. ينفع يتحط عليها زبيب؟ طبعا كل واحد حسب براحته. كل واحد على حسب ذوقه. ايوه كل واحد على حسب ذوقه وعلى حسب استطاعته. طبعا ده بتحطيه تاني على الوش هنا بقى. ايوه كده اهو اكله ما بتستغرقش حاجه وبتخلص بسرعه
وفي منتهى الجمال وشهيه. بجد تسلم ايدك يا شيف والله. الف هنا وبامر الله تكون عجبتكم. بجد والدتك بقى مقدمه جدا جدا احسن حد عنده طبعا في الدنيا. ربنا يخليها لك يا رب. طبق كده تمام. لا لسه لحظه واحده. طيب تمام سريعا بس. لحظه واحده. سريعا اهو. نزين بس طبقنا علشان يكون شكله ظريف. طبعا اللي لا الشكل بجد مغري قوي. لا لازم طبعا لازم الفينش الاخير. لازم الفينش ده بيخليك تاكلي وانت مبسوطه كده و... بالاضافه للريحه طبعا. العين بتاكل قبل أكيد. طبعا طبعا حاجه مغريه لاولادنا. تمام اهو. حط بقى الطبقين جنب بعض كده. حط الطبق الثاني جنبه. تمام كده يا فندم. ايوه كده تمام الحمد لله. كده احنا خلصنا الطبقين بتوعنا زي ما احنا شايفين. وبامر الله تكون الطريقه عجبتكم وسهله. زي ما انتم شايفين يا جماعه كده طبق مش مكلف سريع جدا ما خدش مننا وقت. وطبعا ده طبق هديه عيد الام. احنا هنسميه النهارده طبق هديه عيد الام. تمام. يا ريت تشيل لنا الحاجه دي عشان الكاميرا تجيب الاطباق كويس. شيء طيب بعد اذن حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. شيل الصينيه دي والحله. زي ما انتم شايفين يا جماعه الشكل النهائي للاطباق قدامكم على الشاشه. طبعا العرق بعد ما تقطع شرايح يتغطى بالصوص. اتزوق طبعا بالطماطم وشرايح الليمون. بعد كده الطبق الشعريه ولسان العصفور عليه طبعا اللحمه المفرومه مع اللوز المكسرات وفوق منهم طبعا الطماطمات الشكل النهائي للطبق. طبق جميل جدا يا شيف و بألف هنا وشفا. يا رب تكون عجبكم. احنا سعداء سهله ان انت معانا. والله انا اسعد طبعا. طبعاً شرفتنا والله. والله شكرا في البرنامج النهارده وشرفتنا بالاطباق الجميله اللي حضرتك عملتيها. يا رب الله يخليك. شكرا شكرا ليك. وبنقول لكم هنخرج فاصل وراجعين انتظرونا.